السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دخلنا من هذه الدخلة كده، هذا باين عليه ملعب هنا، الصحافة. هنروح لمطعم من أقدم المطاعم في جدة. شوف جدة أيام زمان. طبعا احنا قلنا جدة كانت ضمن السور، هذه جدة الأثرية القديمة مرة يعني، وبعدين برا السور عاد بدأت من ضمن هذه الأحياء اللي هي الصحافة والكندرة كثير. أنا ما عندي يعني خبرة كثيرة في جدة، بس يعني من القدام بسمعنا من الكبار في السن. فطبعا لما كبرت برا السور زي كذا كان نفس النظام، نظام حواري. الكلام هذا قبل يعني ما بعرف نقول 60 سنة كده، فنظام نفس النظام هذا الحواري كده والى اخره، زي مكة يعني قصدي. هذا طبعا سوق من زمان، وهذا سوق هناخذ من فين؟ محل التميمي هذا. هذا شو اسمه قلنا؟ ها؟ باخمرو؟ ارفع صوتك. باخمري هذا، ها؟ طبعا سمبوسك لحم جبن، هذه يعني بيتزا وهذا. عارفين هذا الشارع والسوق هذا اللي دحين انا شايفه فكرني زمان، كان يعني احد اقاربنا جدي، يعني يعتبر في مقام جدي يعني، كان ساكن في جدة في الكندرة. وسبحان الله افتكرت هذا الكلام انا يمكن عمري 10 سنوات في، سبحان الله الزمن رجع يعني تقريبا نفس الجو كذا، وكان برضو زحام وكذا، سبحان الله. هذا العبق، عبق الماضي حق جدة. طبعا هذا الكوبري اللي هو طريق الملك فهد. طبعا احنا ما كان عندنا هذه المساحة نقدر نلعب فيها، هذه تعتبر ترى مساحة خيالية لما كنا صغارنا. كان اتذكر في مدرسة نلعب في حوشها، يمكن كان قدي كده، لكن داخل الحارة. طبعا هذا نظام السياج وكده جديد كويس عشان الكورة لا تروح هنا ولا هنا، ما شاء الله تبارك الله. كل زمن له ميزاته وحلاوته وكذا، سبحان الله.